اللهم يا من شفيت أيوب وكشفت الضر عن يعقوب، اشف كل مريض يتألم ولا يتكلم ولا يعلم بحاله إلا أنت. اللهم أسألك الشفاء لكل روح عجزت عن النوم بسبب المرض. رب ارحم ثم هون ثم اشفي كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت. اللهم اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدي ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار يا رب العالمين. اللهم ارزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب يا رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.